مشاهدينا، وللمزيد حول أوضاع الفلاح العراقي في يومه ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد خبير الزراعة والموارد المائية الأستاذ تحسين الموسوي. مساء الخير عليكم. مساء الخير عليكم أستاذ، تحية لكم ولكل متابعيكم الكرام، ورمضان كريم، وتقبل الله صيامكم وأعمالكم. أهلا بكم ومرحبا. بالتزامن مع الذكرى 64 لتأسيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والذي يعد يوما للفلاح العراقي، بداية كيف ترى أوضاع المزارع العراقي تحت هذه المظلة التي ترعى مصالحه، فيما تتهم جهات اتحاد الجمعيات بأنه يعتاش على الأزمات اليوم؟ يعني بالحقيقة أول ما بارك الفلاح العراقي الذكرى 64 لهذا الفلاح العراقي، وهذا الفلاح المجاهد حقيقة واللي أثبت على مر التاريخ وطنيته وجهده، واللي كان العراق متميز ويصدر دول العالم. يمكن تعرف جناكم كنا الأول بالعالم بالنسبة للتمور ومحاصيل كثيرة من أرض السواد، لكن سؤالك الكريم أكيد الجواب واضح، هناك تراجع كبير للأسف الشديد، والدليل واضح من خلال فقدان الكثير من الأراضي الزراعية نتيجة اتساع عملية التصحر بسبب شحة المياه، بسبب تغيير المياه، بسبب سوء الإدارة، بسبب التهميش الكامل الذي وصل إليه الفلاح من خلال العزلة التامة، عدم استخدام التقنيات الحديثة، عدم غياب الدعم الكامل من خلال الرزنامة، من خلال الطرق الإرشادية، من خلال عملية السماد والبذور إلى آخره. يعني نتحدث للربوع الحديث له بداية وليس له نهاية في هذا التراجع. حتى لاحظ اليوم النسبة اللي كانوا يعتاشون عندنا على مهنة، يعني نعم. طيب أستاذ تحسين، اليوم يعني هل ترى أن القوانين التي كانت تحمي الفلاح تقوم بهذا الواجب الآن في ظل الانتهاكات المستمرة على أرضه وعلى مياه الري مع شح المستلزمات الزراعية من بذور وصماد وغيرها مما يحتاجها الفلاح؟ طبعا هو كان سؤالك بالبداية يتعلق لأنه الجهة الشرعية الممثلة للفلاح اللي هي تتمثل بالجمعيات الفلاحية، هذه الجمعيات اللي تأسست عام 59 وبعدها تغير القانون، قانون 39 إلى قانون 43 لسنة 77، ومن ثم قانون 56 لسنة 2002. إذا نحن نتكلم عن تشريع وقانون يحمي هذا الفلاح ونظم الفلاح بعمل جماهيري من خلال جمعيات واتحادات، تبدأ من الوحدة الإدارية إلى أن تنتهي بالمحافظة وحتى المركز العام في بغداد. وأيضا كان أن تمثيل بالاتحاد العربي، حيث كان العراق نائب رئيس الاتحاد العربي ومرشح للسلطة برئاسة الاتحاد العربي عن طريق الجمعيات الفلاحية. لكن أكيد هذا بسبب التراجع والإهمال الكبير لهذه الشريحة المهمة أدت إلى هذه الإخفاقات المتكررة، وهي في استمرار حقيقة، لا يوجد تحسن في هذا الملف. بالنسبة لسؤالك ما أعرف اللي تحدثت هذا ما يخص الجمعيات وعمل الجمعيات الفلاحية، أما الدعم الحكومي اللي تقصد عنه أعتقد بعد بالذات سنة 2013 كانت هناك أيضا ضربة موجعة للزراعة، حيث سلبت، احنا بنتكلم على الجهات التماس المباشر هي تكون وزارة الزراعة عن طريق مديريات الشعب الزراعية، هي باتصال بعمل مباشر مع عمل الجمعيات الفلاحية. لكن للأسف الشديد احنا عام 2013 هذا ما سلب الإنتاج وسحب من زراعة وزارة الزراعة اللي أصبحت وزارة إرشادية بحثية قدمية، أثر أيضا بصورة مباشرة بحيث غياب الدعم الكامل بالنسبة للفلاحين. كذلك عندما نقطة العمل في عشر الصلاحيات من هذه الوزارة إلى المحافظات والوحدات الإدارية باعتبار قيادية تتعلق بالأمن الغذائي أضعفت الجانب كثير بالفلاح. إذا نلاحظ دائما أنه في الدعم الفلاح حقيقة في تراجع لاحظ. احنا فقط لا نتكلم عن الفلاح، نتكلم عن المرأة الريفية أيضا اللي أصبحت مهددة، واليوم بالعكس تعاني من فقدان مصدر الرزق الموجود. حتى عملية الهجرة أثرت على شخصية هذه المرأة اللي كانت منتجة، فقدنا إياها. اليوم العبء أصبح مضاعف، خاصة عندما تكون هناك هجرة من الفلاحين، يعني هناك نقص بالأمن الغذائي، يجانب أيضا زيادة نسبة البطالة. إذا يعني نتكلم عن ملف لربما حتى يتعلق بحقوق
الإنسان، هناك أضرار، هناك اليوم تعسف مع هذه المرأة اللي فقدت أرضها وهذا الفلاح، وهذا نتيجة الظروف القاسية، منها عملية التصحر، منها عملية طيب. فقدان المسطحات. نعم. أستاذ تحسين، بخصوص التصحر والجفاف الذي يضرب العراق اليوم، الوضع يعني يؤثر كثيرا على الوضع الاقتصادي، وهذه معلومة أصبحت يعني معروفة للجميع، ولكن كمختص كيف تفصل لنا هذه المعلومة، وكيف توضح لنا مدى تأثير التصحر والجفاف على الوضع الاقتصادي في المرحلة الراهنة وما بعدها مستقبلا؟ يعني أنا ما أخفى عليك الوضع مروع بالنسبة لعملية الجفاف في العراق. نعم. ويعني مراحل أوصف لك إياها لربما المشاهد للعيان فقط يلاحظ أنه العواصف الترابية ويلاحظ جفاف. نعم. لكن هناك ارتفاع بالمسببات المرضية، هناك تهديد للسلم المجتمعي، هناك حقيقة خطر كبير يواجه. يعني عندما نتكلم عن مسألة الجفاف هي تحذيرات عالمية منذ عام 2009 للأسف الشديد، يعني لم يكن هناك أي انتباه أو أي أذان صاغية للتحذيرات الدولية بأن العراق عام 2020-2025 ستكون هناك نقص في عملية المياه. نعم. يعني بلغة أرقام دعنا نتكلم، كانت حصة المواطن العراقي تصل لحدود 2000 متر مكعب بالسنة، أنا أقصد عن كل الاحتياجات الزراعية والصناعية. نعم. والاستهلاكات البشرية إلى ما آخر، الآن انخفضت هذه النسبة إلى 250 متر مكعب بالسنة ولربما أقل. وأيضا نحن والتصريحات تكلم وزير المواد المائية على أننا سنواجه صيف قاسي، هذه التنبؤات كلها موجودة وبدأت تظهر للعيان على أمر الواقع، هذا الشيء ما عاد مخفي. لكن اليوم لحد هاللحظة لا توجد حلول على أرض الواقع لهذا لهذه العملية الخطرة. نعم. اللي تهدد صحة الإنسان، اللي تهدد أمن الإنسان. يعني حقيقة كل ما يشاع اليوم هو مجرد يطرح للإعلام أنه تشخيص مشكلة، لربما حتى عندما نتكلم عن الدراسات أو هذه المؤتمرات التي بدأت تعد. صحيح نعم نحتاج إحنا إلى اطلاع. نعم. المجتمع. نعم. الدولي، لكن لا توجد جدية على أرض الواقع. نحن نحتاج إلى عمل خاص، وأن مسألة الوقت تفرض شيئا واقعا، وبدأت هذه الأمور تفرض. يعني اليوم نتكلم عن مخزون متدني جدا وصل لمراحل حرجة، لربما سنتكلم عن مياه شرب في قادم الأيام، وبالعكس بدأنا في بعض الأماكن الحديث عن مياه شرب. نعم. نشكركم الشكر الجزيل من بغداد، خبير الزراعة والموارد المائية الأستاذ تحسين الموسوي، شكرا جزيلا ونعتذر لضيق الوقت، شكرا لك.